الكرم وبقية محافظات الوطن. خرجت مدينة نابلس بمسيرة مركزية حاشدة لتأكيد الرفض القاطع والصارخ لمئوية وعد بلفور الذي سلب الفلسطينيين أرضهم ومنحها لاحتلال من فك يمارس قسوته وعربدته ضد الفلسطينيين. هذا التجمع كما هي التجمعات في كل ساحات محافظاتنا بتبعث برسالة لإنعاش ذاكرة الشعب الفلسطيني بهذا الوعد المشؤوم لهذا الجيل الفلسطيني الجديد. وما هذا التجمع إلا مؤشر واضح على أن ذاكرة الشعب الفلسطيني لا زالت حية ولا زالت رافضة لكل الإجراءات والتداعيات التي تبعت وعد بلفور، وأيضا أن في ذلك رسالة للعالم الحر وتحديدا إلى حكومة بريطانيا وإلى الشعب البريطاني أن آن الأوان لأن يقف هذا الشعب في وجه الغطرسة والإهانة والتعدي الذي حصل على شعب فلسطين جراء وعد بلفور. حناجر قد علت صيحاتها لتوقف عجرفة رئيسة الوزراء البريطانية المتفاخرة تيريزا ماي باحتفال دولتها بمئوية بلفور في وقت لا زال الفلسطيني يواصل معركته الدبلوماسية لانتزاع قرار أقله يقضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. الشعب الفلسطيني لن يهدأ رغم مرور 100 عام، رغم كل العذابات والمعاناة التي مر بها، لن يسكت، لن يغفر، لن يسامح، لن يرحم، وسيبقى يواصل نضاله من أجل استرداد حقوقه كاملة والعمل على مطالبة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين لتعويض الشعب الفلسطيني وتحمل كامل مسؤوليات وعد بلفور. احنا رح نرجعها من ايدينا، احنا رح نتسم، رح نحرر فلسطين، رح نرجع ارضنا لنا. هو ارثر جيمس وقع رسالة 2/11 عام 1917 وارسلها للورد ليونيل دي روتشيل، أخذ فلسطين بريطانيا وأعطاها لمن لا يستحق. رسالة غضب الشارع الفلسطيني لم تقتصر على الحشود الغفيرة والحناجر الصادحة، بل شملت أيضا حرق مجسمات ترمز لمقرري الوعد والمتفاخرين فيه. 100 عام ووعد بلفور يبقى الاسم الأكثر إثارة للوجع الفلسطيني المستمر. بريطانيا تفتخر وتحتفل بالمئوية دون أدنى اعتذار، والفلسطينيون يستحضرون الوعد كحافز للدفاع والنضال عن الهوية والأرض وفلسطين التاريخية. من مدينة نابلس لتلفزيون الفجر الجديد، ريهام أبو حبل.